سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أفضل يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، ظهرين أمام صدر، تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3، قف. ذراعين في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف تمرين أمام جنب أمام تحت، نبدأ التمرين مع بعض، 1 2 3 4، أمام جنب أمام تحت، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. من وضع الوقوف أثناء ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين، ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أبناء الطلاب بنات الطالبات، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذ الشريف الشريف. بمشيئة الله راح نستكمل معكم دروس الصف الثاني الابتدائي مادة الرياضيات. اليوم بمشيئة الله عندنا درس جديد، درس جميل جدا وراح تستمتعون فيه، اللي هو العلاقة بين الجمع والطرح، العلاقة بين الجمع والطرح. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الدرس، راح نعود بكم للدرس الماضي. نهاية الدرس الماضي أعطيتكم واجب، الله يسعدكم، صح ولا لا؟ ممتازين أبناء الطلاب، إن شاء الله حلتوه. نحله مع بعض على السريع ومن ثم ندخل في درس اليوم. بسم الله، نأخذ القلم،
كان اليوم أمس مسألة الدرس أحل المسألة باستخدام استراتيجية أخمن ومن ثم أتحقق، صح ولا لا؟ وأخذنا عليها أكثر من أمثلة، وهذا هو كان السؤال الأخير اللي أعطيتكم إياه كواجب من كتاب التمارين. طيب، معي 18 كرة زجاجية، بعضها أسود وبعضها أحمر. لدي 18 كرة زجاجية، بعضها أسود بعضها أحمر، هل أعرف أعدادها؟ لا، إلى الآن ما أعرف أعدادها. إذا كان عدد الكرات الحمراء يزيد على عدد الكرات السوداء بأربعة، أنا عرفت حاجة هنا، أنه عدد الكرات الحمراء يزيد عن عدد الكرات السوداء بأربعة، يعني الحمراء أكثر من السوداء بأربعة، فما عدد الكرات السوداء؟ طيب، إحنا وش قلنا؟ كم عندنا طريقة؟ كم عندنا خطوة عشان نحل أي مسألة؟ أي مسألة في الحياة عندي أربع خطوات، أفهم السؤال ومن ثم أضع خطة لحل هذا السؤال ومن ثم أحل ومن ثم أتحقق من إجابتي. طيب، نأخذها خطوة خطوة. الآن أخذنا القلم نبغى نفهم السؤال، وقلت لكم دائما إذا تبغى تفهم السؤال وخصوصا في الرياضيات لازم تقرأ قراءة مختلفة عن قراءتك العادية، قراءة بتمعن ومعك القلم، تحدد المعطيات وتحدد المطلوب من السؤال. بسم الله، معي 18 كرة زجاجية، هذه أول معطى، أنه لدينا 18 كرة زجاجية. طيب، بعضها أسود وبعضها أحمر، يعني هي لونين، الكرات الزجاجية اللي معي لونين، حمراء وسوداء. طيب، إذا كان عدد الكرات الحمراء يزيد على عدد الكرات السوداء بأربعة، هنا معلومة إضافية، أنه الكرات الحمراء أكثر من السوداء بأربعة. طيب، إلى الآن ما جاني الطلب، الطلب هذا هو، فما عدد الكرات السوداء؟ هنا يسألني السؤال، كم عدد الكرات السوداء؟ هذا اللي نبغى نعرفه، صح ولا لا؟ طيب، الآن فهمنا السؤال، فهمنا المعطيات، فهمنا وش المطلوب، ننتقل إلى خطوة إيش؟ ممتازين، وضع الخطة. الخطة اللي راح نستخدمها لحل هذا السؤال اللي هي أخمن وأتحقق، أخمن وأتحقق. طيب، الآن حطيت إن عندي استراتيجية، بستخدم هذه الاستراتيجية، أنتقل إلى مرحلة الحل، صح ولا لا؟ ممتازين. طيب، في الحل أبدأ أطبق الاستراتيجية، أخمن وأحقق وأتحقق. الحين أبحث عن أي عددين مجموعهما 18 وأبدأ أتحقق، يلا بالصدفة. فلنفترض أني أبدأ من 9 اللي هي حقيقة جمع العدد ونفسه، 9 زائد 9 يساوي 18، صح ولا لا؟ تذكرونها؟ ممتازين، أبدأ منها. إذن عندي نقول هنا 9 والتسعة، 9 زائد 9 18، إذا نبغى نتحقق. لنفترض هذه الحمراء وهذه السوداء. طيب، الحمراء يقول لك أكثر من السوداء بأربعة، هل التسعة هذه أكبر من التسعة هذه بأربعة؟ لا، إذا هذا التخمين غير صحيح، إذا نستثنيه، نمسحه ما نحتاجه. طيب، أروح أخذ كذلك رقمين آخرين، أقدر أخذ 7 8 وكم وعشرة، ممتازين، 8 وعشرة، 8 زائد 10 18، صح ولا لا؟ طيب، 8 وعشرة كم الفرق بينها؟ خلونا نشوف. يقول لك الحمراء تزيد عن عدد الكرات السوداء بأربعة، إذن الحمراء هي الكبيرة، الحمراء 10، العشرة أكبر من الثمانية بكم؟ ممتازين، الله يسعدكم، أكبر من الثمانية باثنين. طيب، هل ينطبق عليها هذا أن الحمراء تزيد على عدد الكرات السوداء بأربعة؟ إذن هذا التخمين كذلك غير صحيح، أمسحه واستثنيه. أروح أخذ تخمين آخر، أقول 7 زائد 11، 7 زائد 11 كم؟ 18، إذا نأخذ 7 وال11. طيب، العدد الكبير اللي هو الأحمر، إذا الحمراء 11. الآن بناظر، هل الحمراء أكبر من السوداء بأربعة؟ هل ال11 أكبر من السبعة بأربعة؟ نشوف، 11 ناقص 7 كم يا أبطال؟ ممتازين، الله يسعدكم، نعدها، 11 في راسي وسبعة في يدي، صح ولا لا؟ نبدأ نطرح بالعد التنازلي. طيب، إذا طرحنا واحد من الـ11 كم يبقى؟ ممتازين، 10، الـ10 نطرح منها واحد كم يبقى؟ ممتازين، 9، الـ9 نطرح منها واحد كم يبقى؟ 8، الـ8 نطرح منها واحد كم يبقى؟ 7، الـ7 نطرح منها واحد يبقى كم؟ 6، الـ6 نطرح منها واحد يبقى 5،
الخمسة نطرح منها واحد، كم يبقى؟ أربعة. إذن الفرق بينها أربعة، صح ولا لا؟ إذن وصلنا للإجابة اللي إحنا نبغاها، صح ولا لا؟ ممتازين. إذن الحمراء 11 والسوداء 7. إذن الإجابة الكرات السوداء كم عددها؟ 7، صح ولا لا؟ هو طالب الكرات السوداء. طيب وصلنا لآخر نقطة، الآن حلينا آخر نقطة، أتحقق من معقولية إجابتي، هل إجابتي صحيحة ولا لا؟ طيب أنا ناظر، أنا قلت إن الكرات السوداء كم؟ 7. إذن الكرات الحمراء 11، 7 زائد 11 هل هي 18؟ نعم 18. هل الفرق بينهم 4؟ نعم 11 ناقص 7 4. إذن إجابتي معقولة وصحيحة. بهذا نكون حلينا هذا السؤال ومتأكدين من إجابته 100%، صح ولا لا؟ ممتازين الله يسعدكم. طيب تسمحوا لي نمسح السبورة وننطلق في درسنا؟ بسم الله. إذن نمسح هذه اللي كتبناها وننطلق. اليوم بمشيئة الله راح نتعلم الطرح باستعمال حقائق الجمع، الطرح باستعمال حقائق الجمع. بسم الله ناخذ هذا المثال. أول شيء قبل ما ندخل في هذا المثال، فكرة الدرس أطرح مستعملا حقائق الجمع. عندنا مفردات جديدة في درس اليوم هي الحقائق المترابطة والعكس. ما هي الحقائق المترابطة وما هو معنى العكس؟ الآن راح نستعرضها ونفهم هذه المفردتين، أعتذر، في هذا المثال. بسم الله، أستعمل حقائق الجمع لأجد ناتج الطرح، تشترك الحقائق المترابطة في الأعداد نفسها. هذا اللي إحنا قلناه. الآن بوضح لكم الآن في المثال، 5 زائد 4 تساوي كم؟ 5 زائد 4 تساوي كم؟ 9، صح ولا لا يا أبطال؟ هذه تعلمناها وسهلة بالنسبة لنا. طيب يا أبطال شوفوا هنا المكعبات، لدينا 5 مكعبات خضراء و 4 صفراء. بسم الله، أخذنا هذه هي 5 خضراء و 4 صفراء، صح ولا لا؟ زي ما جاء في السؤال، 5 زائد 4 كم؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، صح ولا لا يا أبطال؟ طيب ها الآن درسنا هو يركز على إيش؟ يقولك الحقائق المترابطة، يقولك إنه من نفس حقيقة الجمع هذه أقدر أطلع عمليتين طرح أخرى، 5 زائد 4 9، هذا اللي وصلنا لها. طيب أقدر أقول إن 9 حلو، لو شلينا منها 4 كم يبقى؟ 5. طيب كذلك 9 لو شلينا منها 5 كم يبقى؟ يبقى 4. لو نلاحظ إن الأعداد نفسها موجودة، شوفوا عملية الجمع عكس عملية الطرح، اللي موجود هنا إنه ناتج الطرح، شوفوا يا أبطال ناتج الطرح في ناتج الجمع 5 زائد 4 9، صح؟ ناتج الجمع هو يصير العدد المطروح منه، يصير العدد المطروح منه. طيب نلاحظ هنا إنه الأربعة اللي الأعداد المضافة موجودة هنا والخمسة موجودة هنا، هل تغيرت الأعداد؟ هل تغيرت الأعداد المكونة لهذه العمليات؟ لا، هي نفسها. شوفوا هنا 5 زائد 4 تساوي 9، عندي عددين مضافة اللي 5 زائد 4 وناتج الجمع 9. إذا جيت بطلع منها عمليات طرح، فكل عملية جمع أقدر أطلع منها عمليتين طرح، كل عملية جمع واحدة أقدر أطلع منها عمليتين طرح. ناظروا ناتج الجمع اللي هو 9 صار المطروح منه، نقصنا منه الأربعة أحد الأعداد المضافة يكون الناتج العدد المضاف الآخر 5، زي ما قلنا هنا هذه هي 5 زائد 4 جمعناها كم صارت؟ أعتذر، جمعناها صارت 9، صح ولا لا؟ طيب التسعة هذه اللي هي ناتج الجمع نقلتها وصارت المطروح منه، هذا العدد 9 عدد الآن 9 أبطرح منه 4، بطرح منه 4 كم يبقى معي؟ 5. هل أنا استخدمت غير هذه الأرقام، غير الأرقام الموجودة هنا الأعداد الخمسة والأربعة والتسعة؟ لا، إذن كل عملية جمع نشتق منها أو يطلع منها عمليتين طرح. ناظروا هذه العملية 5 زائد 4 9 تساوي 9، إذن 9 ناقص 4 يكون الإجابة 5. طيب نقدر نقول 9 ناقص 5 يكون الناتج 4، واضح يا أبطال؟ الله يسعدكم. الآن راح نتمرن عليها أكثر وأكثر وراح تثبت إن شاء الله معكم في التدريبات القادمة. بسم الله، نمسح السبورة وننطلق
إلى التدريبات. بسم الله. الآن لدينا أوجد ناتج الطرح مستعملا حقائق الجمع. الآن يبغاك تطرح ولكن بعد ما تستخدم حقائق الجمع. عندك حقيقة في الجمع اللي هي عملية الجمع، طلع منها عمليتين طرح، هذا المطلوب. الآن 6 زائد 7 خلونا نستخدم المكعبات. عندنا لدينا 6 مكعبات خضراء و7 برتقالية، وهذه 7 برتقالية. إذن لدينا يا أبطال 6 مكعبات خضراء، خلونا نعدها. 1 2 3 4 5 6. طيب أبزود عليها كم؟ 7 مكعبات برتقالية. 1 2 3 4 5 6 7. طيب إذا جمعناها يا أبطال كم يكون ناتج الجمع؟ نعدها مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الناتج هنا كم يا أبطال؟ 13، صح ولا لا؟ إذن 6 زائد 7 13. طيب يا أبطال الآن نبغى نطلع من هذه العملية عمليتين طرح. طيب ناتج الجمع أحطه هنا، شوفوا ناتج الجمع يصير العدد المطروح منه على طول دائما، هو يصير في عملية الطرح هو العدد الكبير المطروح منه اللي أول عدد. طيب 13 ناقص 6، لاحظوا 13 ناقص 6 أخذت، إيش باقي عندي يا أبطال؟ إيش باقي عندي؟ باقي عندي 7، صح ولا لا؟ هذه 7 تجي هنا. طيب نتحقق منها يا أبطال؟ خلونا نتحقق منها، هل هذا كلامي صحيح ولا لا؟ طيب هذه هي 13، صح ولا لا؟ أبشيل منها كم؟ أبشيل منها 6، أنشيل 6 اللي الخضرة، صح؟ هذه 1 2 3 4 5 6، شلينا 6، كم باقي معي؟ خلونا نتأكد. 1 2 3 4 5 6 7، صح ولا لا يا أبطال؟ الله يسعدكم. طيب خلونا نروح للثانية. الآن 13 ناقص 7، شوفوا هذه 13 استخدمناها، ناقص 7 إيش باقي عندي؟ باقي عندي 6، أجيبها هنا وهذه 6. أنت أكد من الكلام هذا؟ يلا يا أبطال 13 ناقص 7، هذه 13، 6 خضراء و7 برتقالية. طيب نبغى نشيل 7، 1 2 3 4 5 6 7، أزلنا 7 يا أبطال، كم باقي معي؟ 1 2 3 4 5 6، إذا باقي معي 6. سهلة ولا صعبة يا أبطال؟ ممتازين. طيب ليش إحنا نتعلم هذه الطريقة وليش نتعلم هذه العلاقة اللي بين الجمع والطرح؟ نقدر نقول أي عدد نقدر نطرحه بالعد التنازلي، نقدر نطرحها بالعد اللي أنا قلت لكم اللي هي بالأصابع أو باليدين أو بأي قطع عندك. بتقول ليش أنا أتعلم هذه؟ أتعلم هذه ليش؟ عشان تسهل لي عملية الجمع والطرح. خلاص أنا في بعض الأعداد ما عاد يحتاج أحسبها، صح ولا لا؟ زي ما أخذنا قبل طرح الصفر من أي عدد هو نفس العدد، صح ولا لا؟ قلت لك لا تحسب، إذا جيتك 7 ناقص 0 قلنا على طول 7، ما عاد يحتاج أحسب، صح ولا لا؟ كذلك جمع العدد مع نفسه، حقيقة جمع العدد مع نفسه قلنا ما عاد يحتاج نحسب، لازم نحن نعرفها. إذا جاتني 5 زائد 5 على طول أكتب 10، ما بلازم كل مرة أعد، صح ولا لا يا أبطال؟ أنت لازم تكتسب هذه المهارات. الله يسعدكم. طيب ننتقل للي بعدها. الله يسعدكم. الآن لدينا 5 زائد 7، 5 زائد 7. الآن نبغى نمثلها يا أبطال، نبغى نمثلها. هذه 7، بسم الله، ولدينا كذلك 5 هنا، هذه 5 وهذه 7. 5 زائد 7 كم يا أبطال؟ 5 زائد 7 كم؟ نحسبها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كم عندي هنا؟ 12. إذن 5 زائد 7 12، واضح يا أبطال؟ ونتذكر برضو كيف نقدر نحسبها ذهنياً، كيف قلنا؟ ممتازين يا أبطال. أحط العدد الكبير في رأسي اللي هو 7 والعدد الصغير في يدي وأبدأ أضيف، أطلع على فوق، صح ولا لا؟ في الجمع نطلع على فوق، في الطرح ننزل على تحت. الله يسعدكم. طيب 7 وش اللي يجي بعدها؟ 8 9 10 11 12، صح ولا لا؟ إذن 5 زائد 7 12، ممتازين. طيب الآن نبغى نطلع من هذه العملية الجمع حقيقتين اللي هي عمليتين طرح. يلا الآن ناتج الجمع هنا وشو؟
12، إذن هو يكون العدد المطروح منه. لاحظتوا استخدمنا. طيب الآن 12 ناقص 7، هذه 12 وهذه 7 ناقص 7، إيش باقي عندي؟ باقي عندي ما استخدمته اللي هو الخمسة. الخمسة يكون هو الناتج، صح ولا لا؟ نبغى نتأكد من هذه، هل هي صحيحة؟ هل 12 ناقص 7 يساوي 5؟ تعالوا معي، هذه 12 اللي قلناها صح، 5 صفراء و7 اللون البنفسجي. طيب الآن 12 بنقص منها 7، 1 2 3 4 5 6 7، شلينا 7، كم باقي معي؟ باقي معي 1 2 3 4 5، إذن باقي معي 5. طيب نبغى نعدها ونتأكد في بعملية الطرح العد التنازلي. يلا أحط الـ 12 في راسي وبنقص منه 7 صح؟ 12 بنقص منه 1 كم يصير؟ 11. 11 نقص منه 1 يصير 10. 10 نقص منه 1 يصير 9. 9 نقص منه 1 يصير 8. 8 نقص منه 1 يصير 7. 7 نقص منه 1 كم يصير؟ 6. 6 نقص منه 1 كم يصير؟ 5. إذن تأكدنا بأكثر من طريقة، جمعنا طرحنا بالعد التنازلي، وكذلك يا أبطال الله يسعدكم طرحنا بالمكعبات ووصلنا نفس النتيجة. طيب ننتقل للثانية. الآن 12 هذه هي صح ولا لا؟ ناقص 5، الخمسة استخدمناها، إيش باقي عندنا ما استخدمناه؟ باقي عندنا 7، 7 تكون هي ناتج الطرح. طيب 12 ناقص 5 تساوي 7، هو يقوله هنا. طيب خلنا نشوف كلام الأستاذ صح ولا لا. هذه 7 وهذه الخمسة كلها كم صارت؟ 12، زي ما قلنا في عملية الجمع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هذه 12 بنقص منها كم؟ بنقص منها 5، 1 2 3 4 5، شلينا الخمسة يا أبطال، كم باقي معنا في يدنا؟ نشوف 1 2 3 4 5 6 7، باقي معنا 7، إذا إجابتنا صحيحة، صح ولا لا يا أبطال؟ الله يسعدكم. طيب تسمحوا لي أمسح الإضافات اللي أنا أضافتها هنا عشان ما تشوشر علينا. طيب الله يسعدكم، ننتقل للسؤال اللي بعده. الحين 9 زائد 6، 9 زائد 6 كم حتكون يا أبطال؟ ها يا أبطال، نرجع لعملية الجمع بتكوين العشرات. 9 ها ممتازين، يبغى لها 1، ناخذ من 6 1 تصير 10، كم يبقى هنا؟ 5. 10 زائد 5 ممتازين الله يسعدكم 15، خلونا نكتبها ونتأكد منها كذلك 15. طيب يلا خلونا نتأكد منها بالمكعبات، هذه 9 وناخذ هنا 5 وهذه 5 6 وليست 5. طيب لدينا هنا 9، نتأكد منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب وهنا كم لدينا؟ 1 2 3 4 5 6، إذا 9 زائد 6 كم تكون يا أبطال؟ نعدها مع بعض ونتأكد. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، إذا 9 زائد 6 هي الجواب هو 15 زي ما كتبنا صح ولا لا؟ وزي ما حلته والله يسعدكم. طيب الآن نبغى نطلع من هذه عملية الجمع عمليتي طرح، نبغى نطلع عمليتي طرح. يلا هذا أعتذر، هذا ناتج الجمع صح يا أبطال؟ إذن أقدر أحط العدد المطروح المطروح منه. يلا هذا هو حطيناه هنا في العمليتين، استخدمناه في العمليتين. طيب الآن 15 ناقص 6، أخذنا استخدمنا 6 صح ولا لا يا أبطال؟ هذه هي. طيب وش باقي عندنا؟ باقي 9، 9 حتكون ناتج الطرح مباشرة، ناتج الطرح 15 ناقص 6 تساوي كم؟ 9. طيب نتأكد منها يا أبطال؟ يلا هذه 15 اللي قلناها قبل شوي اللي هي 9 خضراء و 5 برتقالية، نتأكد 15 يا أبطال ناقص 6، إذن بنطرح منها 6، 1 2 3 4 5 6، شلينا 6 يا أبطال الله يسعدكم، كم باقي عندي في يدي؟ نتأكد 1 2 3
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذا باقي عندي تسعة، صح ولا لا يا أبطال؟ الله يسعدكم. إذا بهذه الطريقة أقدر أحل أي مسألة بدون ما أجلس أحسب، صح ولا لا؟ خلاص إذا عرفت عملية الجمع أقدر أعرف عمليتين طرح. طيب نشوف الثانية يا أبطال الله يسعدكم. 15 هذه هي الناتج الطرح، عفوا الناتج الجمع يصير العدد المطروح منه. يلا الله يسعدكم. طيب إذا ناقص 9 هذه هي 9، وش باقي عندي؟ باقي عندي العدد اللي ما استخدمناه هنا اللي هو إيش؟ 6. إذا 15 ناقص 9 كم يصير الجواب؟ ممتازين الله يسعدكم. خلوني أمسح الجزء اللي فوق اللي خلصنا منه. طيب نأخذ القلم، هذه قلنا 15. طيب يا أبطال الآن شوفوا 15 هذه هي، 9 هذه هي، وودينا 6 مباشرة إلى ناتج الطرح. إذن قلنا 15 ناقص 9 الجواب 6، نتأكد منها. طيب هذه 15 يا أبطال، صح ولا لا؟ اللي قلناها اللي 9 خضراء و6 برتقالية، الله يسعدكم. بطرح من هذه 15 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بطرح 9. الآن طرحنا 9 الله يسعدكم، واضح؟ كم باقي معي؟ باقي معي 1 2 3 4 5 6، إذن نفس الإجابة، صح ولا لا يا أبطال؟ الله يسعدكم. طيب يا أبطال الآن دعونا ننتقل إلى هذا السؤال. طيب لدينا 7 زائد 4، 7 زائد 4، 7 زائد 4 كم يا أبطال؟ 7 في ذهني و4 في يدي، 7 وش اللي يجي بعدها؟ 8 9 10 11، واضح يا أبطال؟ الله يسعدكم. إذن 11 نتأكد منها يا أبطال، لدينا 7 خضراء و 4 صفراء، هذه هي نتأكد منها، 1 2 3 4 5 6 7. طيب والصفراء كم؟ 4 1 2 3 4، نبغى نجمعها مع بعض، جمعناها. الآن نتأكد الناتج الجمع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واضح يا أبطال؟ إذن 7 زائد 4 11. طيب 11 اللي هو ناتج الجمع يصير العدد المطروح منه، صح ولا لا؟ ناقص 4، استخدمنا الأربعة، كم يبقى معنا اللي ما استخدمناه؟ 7، ممتازين الله يسعدكم، 7، لأنه استخدمنا الـ 11 هذه هي، واستخدمنا الأربعة هنا، باقي لنا 7 مباشرة نجيبها في ناتج الطرح. نتأكد من هذه، هذه عندنا يا أبطال الله يسعدكم 11، أبطرح منها كم؟ أبطرح منها 4، يلا 1 2 3 4، شلينا الأربعة، كم باقي معي؟ باقي معي 1 2 3 4 5 6 7، باقي معي كم؟ 7، نفس الإجابة ولا لا؟ ممتازين الله يسعدكم. طيب ننتقل للي بعدها الله يسعدكم، 11 هذه هي. طيب ناقص 7، استخدم هنا، ناخذ الممحاة، استخدم هنا 7، صح ولا لا؟ شوفوا هذه هي صح، كم باقي عندي اللي ما استخدمه؟ ما استخدمنا الأربعة من الأعداد الموجودة في ناتج الجمع، عملية الجمع. إذن 11 ناقص 7 يساوي 4، نتأكد منها، هذه 11. طيب نبغى ننقص منها كم؟ 7، إذن بننقص منها 7، 1 2 3 4 5 6 7، شلينا 7 يا أبطال، كم باقي معي في يدي؟ تأكد منها، 1 2 3 4، نفس الإجابة، صح ولا لا يا أبطال؟ الله يسعدكم الله يسعدكم. طيب الآن أمسح السبورة وأنتقل للشريحة التالية. طيب يا أبطال لأهمية هذا الدرس قسمناه على يومين، اليوم هو الجزء الأول من هذا الدرس، وغدا راح نستكمل بقية التمارين بمشيئة الله. طبعا يا أبطال مثل ما قلنا لكم دائما، الرياضيات إيش؟ ممتازين الله يسعدكم، الرياضيات هي عبارة عن مهارات، المهارات ما حتثبت عندك إلا بالتدريب المستمر، صح ولا لا؟ فعشان كذا الله يسعدكم أبغى أعطيكم الأسئلة من سؤال 6 إلى سؤال 8
من سؤال 6 إلى سؤال 8 في الكتاب تم كتاب الطالب اللي بين يدينك، واجب حتحلونه بمشيئة الله، وراح بكرة نحله مع بعض ونستمر في حل التمارين. لا تنسون في كتاب الطالب اللي بين يدينكم من سؤال 6 إلى سؤال 8 حيكون واجب بمشيئة الله. طيب أستاذنكم في الانتقال إلى جزئية هذه رسالة لك عزيزي ولي الأمر، عزيزتي ولية الأمر. كان دورنا إحنا كمعلمين داخل الفصل إن إحنا نقدم كتاب مصادر المعلم للأنشطة كتمارين إضافية، نزيد من تمرين طلابنا أو إعطائهم مجال أكثر للتمرن على هذه المهارات. طبعا هذه التمارين تحتوي على أربع مستويات الهدف منها الارتقاء بمستوى الطالب. اليوم الدور دوركم إن شاء الله، والهدف واحد، كلنا نحن ننمي أبنائنا. الكتاب هذا موجود عبر هذا الرمز QR code، تقدر أنك تسوي له تنزيل. الكتاب يحتوي على أربع، طبعا كل درس يحتوي على أربع صفحات. الأربع صفحات عبارة عن أربع مستويات. المستوى الأول إعادة التعلم، حيكون فيها أسئلة أقل من مستوى الأسئلة اللي موجودة في الكتاب، أقل من مستوى الأسئلة اللي موجودة في الكتاب، يبدأ فيها الطالب، ومن ثم بعد ما يحلها ينتقل إلى تدريبات المهارات، وهي فيها تحتوي على تدريبات مساوية وموازية بالمستوى لتدريبات الكتاب اللي بين يدي الطالب. بعد ذلك بعد ما ينتهي منها ينتقل إلى التمارين اللفظية، وهي تدريبات حل المسألة يتدرب عليها، وهذه من أفضل المهارات دائما اللي إذا الطالب امتلكها راح يستطيع أنه يفهم المقروء وكذلك ينمي مسألة التفكير لديه. آخر مرحلة اللي هي التدريبات الإثرائية، وهذه تنمي التفكير الإبداعي لدى الطالب. فإنه الطالب وابنائنا أنه يمرون بهذه الأربع تدريبات، أولا تثبت المهارة بكثرة التمارين، وكذلك ترتقي بتفكيرهم. بهذا وصلنا إلى ختام درس هذا اليوم. أتمنى أنا معلمكم الأستاذ علي قحطاني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة الشريفة الشريف أن نكون وفقنا في نقل محتويات هذا الدرس لكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني وطالبات الصف الثاني، مرحبا بكم في يوم جديد وفي درس جديد من دروس مادة لغتي. درسنا لهذا اليوم يا أبطال هو في الجار الصغير، وسوف نركز على مكون وعبروا، وسوف نركز على مكون وعبروا، وهو آخر مكون عندنا في هذا الدرس. دائما يا أبطال، خير بداية لكل بداية بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا يا أبطال في الوحدة الثانية. نعم رائع. إذن لازلنا في الوحدة الثانية، وهي بعنوان أصدقائي وجيراني. أصدقائي وجيراني. اليوم إن شاء الله سوف نكمل هذه الوحدة، نكمل آخر دروس هذه الوحدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التقويم التجميعي. طيب ماذا سنتعلم اليوم يا أبطال؟ أولا سوف نتعرف على أنواع الكلمة، سوف نتعرف على أنواع الكلمة. بعد ذلك سوف نعبر عن الصور بجمل مفيدة في صفحة 81. طيب يا أبطال، نبدأ درسنا بهذا السؤال، نبدأ درسنا بهذا السؤال. نقرأ السؤال يا أبطال. ما أنواع الكلمة؟ ما أنواع الكلمة؟ هيا يا أبطال فكروا، تطرقنا لها في دروس سابقة، هيا فكروا يا أبطال. ما أنواع الكلمة؟ هيا يا أبطال، هل تحتاجون مساعدة؟ إذن أنواع الكلمة ثلاثة، هل تذكرتموها يا أبطال؟ هل تذكرتموها؟ نعم أحسنتم، رائعون رائعون. إذن أنواع الكلمة هي اسم، اسم، ثم فعل، ثم حرف. إذن أنواع الكلمة ثلاثة، اسم فعل وحرف، اسم وفعل وحرف. نبدأ يا أبطال بالنوع الأول، نبدأ بالنوع الأول الاسم. ما هو الاسم يا أبطال؟ الاسم هو يكون اسما، يكون اسما لشخص ما، مثلا محمد، خالد، هند، فاطمة، يكون اسما لشخص ما، أو يكون اسما لشيء ما، مثل كتاب، نافذة، باب، وغير ذلك من الأسماء. دائما يا أبطال تذكروا، الأسماء تقبل دخول ال، حتى نعرفها، حتى نعرف الأسماء، الأسماء دائما تقبل دخول ال، هذه من علامات الأسماء التي تميزها، أنها تقبل دخول ال. فعندما أقول باب أستطيع أن أقول الباب، الباب. وعندما أقول كتاب أستطيع أن أقول ماذا؟ أحسنتم، أستطيع أن أقول الكتاب. وعندما أقول مثلا رجل أستطيع أن أقول كذلك الرجل، الرجل. إذن الأسماء تقبل دخول ال. وماذا بعد ذلك؟ وماذا تقبل أيضا؟ نعم أحسنت، تقبل التنوين، مثل باب. نعود إلى مثلا كلمة باب، نستطيع أن نقول باب أو باب، تقبل دخول ال. كذلك كلمة كتاب، نستطيع أن نقول كتاب، رجل، رجل. إذن يا أبطال هذه الأشياء نستطيع من خلالها أن نعرف الاسم، تقبل دخول ال ويقبل التنوين، يقبل التنوين، حتى نفرق بينها وبين الفعل، حتى نفرق بين الاسم والفعل. طيب هذا ما يخص الاسم يا أبطال. الآن ننتقل إلى الثاني وهو الفعل. الفعل يا أبطال، ما هو الفعل؟ الفعل هو يدل على أن شخصا ما يقوم بعمل ما، مثلا عندما أقول يكتب فأنا أقوم بالكتابة، فإني أقوم بفعل ما، أكتب.
وعندما أقول أرسمه فأنا أقوم بعمل ما، أرسمه. وعندما أقول مثلا دخل فإني أشاهد شخصا، دخل. وعندما أقول مثلا نظر فإني أشاهد أمامي شيئا ما، نظر. فالفعل يدل دائما على حركة، يدل على أن شخصا قام بعمل ما، أن شخصا قام بعمل ما. طيب كيف نفرق بين الاسم والفعل يا أبطال؟ نعم أحسنتم، الاسم يقبل دخول ال ويقبل التنوين، بينما الفعل هل نستطيع أن ندخل ال على الفعل؟ لا لا نستطيع. هل نستطيع أن نضيف التنوين إلى الفعل؟ لا لا نستطيع. إذن الفعل، هذا الفرق بين الاسم والفعل، هذا الفرق بين الاسم والفعل. طيب يا أبطال، النوع الثالث هو الحرف. النوع الثالث هو ماذا؟ الحرف. النوع الثالث هو الحرف. طيب الحروف كثيرة يا أبطال، كثيرة جدا، لكن أخذنا بعضها، أخذنا مثلا حروف الجر، هل تتذكرونها يا أبطال؟ هل تتذكرونها يا أبطال؟ فكروا. نعم أحسنتم، مثل ماذا؟ في وعلى وإلى ومن، هذه كلها من الحروف، تسمى حروف، تسمى حروف. طيب يا أبطال، إذن تعرفنا الآن على أنواع الكلمة، وهي اسم وفعل وحرف. هل فهمتموها يا أبطال؟ هل فهمتموها؟ رائع جدا. إذن الآن أريد أن أسألكم، سوف أعرض لكم لوحة ورقية، والمطلوب منكم أن تقرأوا ما فيها وتخبروني ما نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ هل أنتم مستعدون يا أبطال؟ إذن نبدأ، بسم الله، نبدأ باللوحة الأولى، اقرأوها يا أبطال. من يقرأها؟ نعم أحسنتم، شكر شكر شكر. ما نوعها يا أبطال؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أي فكروا يا أبطال. نعم رائع رائع أحسنتم، إذن شكر فعل، شكر فعل، ولا تقبل ال ولا تقبل التنوين. رائع أحسنتم. نأخذ مثالا آخر، الكلمة هذه يا أبطال اقرأوها الآن، هاتف هاتف هاتفي. طيب يا أبطال، ما نوع الكلمة هذه؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ فكروا يا أبطال، هل تقبل دخول ال؟ هل نستطيع أن نقول الهاتف؟ هل نستطيع أن نقول هاتف؟ نعم رائع، إذن اسم أحسنتم أحسنتم، إذن هذه اسم أحسنتم. طيب هذه اللوحة يا أبطال اقرأوها يا أبطال، أحسنتم على. طيب على، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ رائع، إذن على حرف، رائع جدا. طيب نأخذ مثال آخر، الكلمة هذه يا أبطال نقرأها، الحريقي الحريقي. طيب يا أبطال، ما نوعها؟ اسم أم فعل أم حرف؟ بدأت بماذا يا أبطال؟ بدأت بأل، رائع. إذن إذا بدأت بأل تصبح ماذا؟ ما هو، ما هي النوع الذي يقبل دخول ال؟ ممتاز، إذن اسم، ممتازين أحسنتم أحسنتم. نأخذ مثال آخر، الكلمة هذه يا أبطال اقرأوها، اتصل اتصل اتصل. طيب ما نوعها يا أبطال؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ ممتازين ما شاء الله تبارك الله أحسنتم. نعم هي فعل، فعل، بارك الله فيكم. لماذا فعل؟ لأننا لا نستطيع أن ندخل عليها ال
ولا نستطيع أن ندخل عليها التنوين. إذن فعل كذلك تدل على عمل. اتصل، عندما أقول اتصل فإني أقوم بعمل ما. رائعين ما شاء الله. طيب إذن فهمنا أنواع الكلمة، فهمنا أنواع الكلمة هي اسم وفعل وحرف. ننتقل بعد ذلك إلى درسنا لهذا اليوم، أو مكوننا الثاني في هذا الدرس، أو مفردتنا الثانية في هذا الدرس، هو التعبير. أعبروا، أعبروا في صفحة 81. طيب يا أبطال، عندما أقول أعبروا، ما الهدف من التعبير يا أبطال؟ ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من التعبير؟ أحسنتم، رائعين ما شاء الله. إذن التعبير يا أبطال يفيدنا في ماذا؟ في التواصل، نعم نستطيع أن نتواصل مع الآخرين. كذلك يفيدنا بماذا؟ هيا أبطال فكروا. نعم أحسنت، يفيدنا في أن أعبر عن ما في نفسي، أعبر ما في نفسي يفيدني كذلك. بماذا يفيدني التعبير كذلك؟ يفيدني التعبير في أن أرسل رسالة، أطلب شيئا ما. إذا أردت أن أطلب شيئا ما أطلبه، أستطيع أن أعبر تعبيرا صحيحا وأطلب الشيء الذي أريده. طيب يا أبطال، كذلك نستطيع أن نستفيد من التعبير في ماذا؟ أستطيع أن أبدع في التعبير وأن أكتب قصة. أن أكتب قصة جميلة نقرأها ونستمتع بها، كل هذه تأتي من خلال التعبير. طيب يا أبطال، كيف نستطيع أن نجعل تعبيرنا جميلا ونستطيع أن نجعل تعبيرنا مبدعا؟ كيف ذلك يا أبطال؟ كيف الطريقة؟ ماذا تتوقعون يا أبطال؟ نعم أحسنتم. إذن دائما عندما نقرأ ونقرأ ونقرأ فإن تعبيرنا يزداد جمالا ونكتسب لغة جديدة ونستطيع أن نعبر بها. كذلك حتى القراءة تفيدنا بالإملاء. لذلك دائما يا أبطال وصيتي لكم بالقراءة، نقرأ النصوص التي أخذناها، كذلك نقرأ القصص، دائما نقرأ القصص، فهذه تفيدنا إن شاء الله في إعطائنا لغة نستطيع أن نعبر بها. نعود إلى درسنا يا أبطال. هنا يقول أعبر، السؤال الآن يقول أعبر عن الصور الآتية بجمل تبدأ بماذا يا أبطال؟ بفعل. أحسنت، دائما يا أبطال إذا الجملة بدأت فعل نسميها جملة فعلية. طيب إذا بدأت باسم ماذا نسميها يا أبطال؟ نعم إذا بدأت باسم نسميها جملة اسمية، إذا بدأت بفعل نسميها جملة فعلية. إذن يا أبطال هذه الصور التي أمامنا سوف نتفحصها ثم نعبر عنها، لكن كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها لابد أن يكون الشرط الذي وضعه لنا أن نبدأ بفعل. بفعل، وقبل قليل تكلمنا عن الفعل في أنواع الكلمة. طيب يا أبطال، عندما أريد أن أعبر عن صور ماذا أعمل؟ إذا أعطيت صورة ومطلوب مني أن أعبر عنها ماذا أعمل يا أبطال؟ نعم أحسنتم، يجب علي أن أتفحص الصورة، أتفحص الصورة جيدا وأركز في كل تفاصيلها، كل ما فيها، أركز في كل شيء في الصورة حتى أستطيع أن أعبر تعبيرا صحيحا وتعبيرا جميلا. إذن لابد أن أتفحص الصورة قبل أن نعبر، نتفحص الصورة جيدا قبل أن نعبر. طيب يا أبطال نبدأ بالصورة الأولى، ما رأيكم نكبرها الصورة الأولى حتى تتضح؟ نعم جيد. إذن أعيد السؤال مرة أخرى، أعبر عن الصور الآتية بجمل تبدأ بفعل، جملة فعلية. نبدأ بالصورة الأولى، قلنا لكم قبل قليل لابد من تفحص الصورة. الصورة الأولى يا أبطال ماذا تشاهدون في الصورة يا أبطال؟ نعم أحسنتم، سيارة، نشاهد سيارة. كذلك ماذا نشاهد أيضا؟ أو ما هذه السيارة يا أبطال؟
نعم هي سيارة الإطفاء وسيارة الدفاع المدني. طيب كيف عرفتم أنها سيارة الدفاع المدني؟ نعم لوجود الرقم، رقم الدفاع المدني مكتوب عليها 998. رائع. طيب وماذا يوجد في الصورة أيضا؟ أحسنت، يوجد منزل. طيب المنزل، ما حالة المنزل يا أبطال؟ هل هو محترق أم أخمدت الحريق؟ نعم أحسنتم، إذن المنزل لا يزال محترقا. إذن السيارة وسيارة الإطفاء وصلت للتو، لم تخمد الحريقة بعد. إذن يا أبطال كيف نعبر عنها؟ هاي أبطال، هل يمكن أن نبدأ نقول سيارة؟ لا، لماذا؟ لأنه طلب أن نبدأ بفعل. وسيارة يا أبطال اسم أم فعل؟ نعم اسم، لأننا تقبل أل، نقول السيارة ونقول سيارة تقبل التنوين كذلك. إذن كيف نعبر عنها يا أبطال؟ نعم أحسنتم، نقول وصلت سيارة ماذا؟ سيارة الإطفاء. لماذا وصلت سيارة الإطفاء؟ لإطفاء الحريق. إذن نكتبها هنا يا أبطال، ودائما الكتابة تكون ماذا؟ تكون على السطر. أحسنتم. طيب نبدأ، بسم الله نبدأ الكتابة. وصلت وصلت سيارة الإطفاء وصلت سيارة الإطفاء لماذا يا أبطال؟ وصلت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق. إذن وصلت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق. رائع جدا. إذن عبرنا عن هذه الصورة بهذه الجملة، وصلت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق. طيب وصلت هل هي فعل؟ نعم وصلت فعل. إذن تعبيرنا صحيح حسب ما طلب منا. أترك لكم جزء من الوقت للكتابة، اكتبوا الآن يا أبطال. هل انتهيتم يا أبطال؟ رائع. إذن ننتقل إلى الصورة التي تليها. هذه الصورة نريد أن نعبر، دائما قلنا لكم إذا أردنا أن نعبر عن الصورة ماذا؟ نتفحصها جيدا ونركز بكل ما فيها. طيب من الشخص الذي في الصورة؟ هذا معروف يا أبطال، صديقنا من؟ صديقنا فواز. طيب ماذا يعمل فواز يا أبطال؟ بماذا يمسك فواز؟ يمسك بالهاتف. أحسنتم. طيب بمن يتصل فواز يا أبطال؟ نعم أحسنتم، إذن يتصل بالدفاع المدني. كيف عرفتم أنه يتصل بالدفاع المدني يا أبطال؟ أحسنتم، لوجود الرقم 998، وهذا رقم الدفاع المدني. إذن كيف نعبر عن الصورة يا أبطال؟ هيا يا أبطال، المطلوب أن نبدأ بفعل، هل نستطيع أن نبدأ بفواز؟ لا، فواز اسم. إذن المطلوب أن نبدأ بفعل. طيب ماذا نقول يا أبطال؟ نعم أحسنتم، نقول اتصل من؟ فواز بالدفاع المدني. رائع. إذن اتصل، نقول نكتب دائما يا أبطال الكتاب على السطر، اتصل فواز
فواز اتصل فواز بماذا؟ بالدفاع المدني بالدفاع المدني المدني طيب إذا نقول اتصل فواز بالدفاع المدني اتصل فواز بالدفاع المدني طيب يا أبطال أعطيكم جزء من الوقت للكتابة يا أبطال اكتبوها في كتبكم صفحة 1 و8 طيب هل انتهيتم يا أبطال؟ طيب شكرا لكم طيب ننتقل إلى الصورة التي تليها يا أبطال نشاهد الصورة قبل أن نعبر ماذا نعمل؟ أحسنتم نتفحص كل ما في الصورة نتفحص كل ما في الصورة طيب ماذا نشاهد في الصورة؟ ماذا نشاهد؟ نشاهد من؟ نشاهد فواز كذلك نشاهد شخص آخر نعرفه من القصة من هو؟ نعم أحسنتم هو جار فواز جار فواز وماذا نشاهد أيضا؟ أحسنتم نشاهد المنزل طيب المنزل هل هو لا يزال محترقا أم أخمد الحريق؟ نعم إذن يظهر لأن لا يوجد دخان يتصاعد إذن أخمد الحريق طيب ماذا يريد الجار من فواز؟ ماذا يريد الجار من فواز؟ ماذا تتوقعون يا أبطال؟ ماذا يريد منه؟ أحسنتم إذن يريد الجار من فواز ماذا؟ أراد أن يشكره لماذا يشكر فواز؟ تذكرون يا أبطال لماذا يشكر فواز؟ نعم لأنه اتصل بالدفاع المدني لأنه اتصل بالدفاع المدني إذن لأنه اتصل بالدفاع المدني وساعد في إخماد الحريق إذن يشكره على حسن تصرفه على حسن تصرفه إذن يا أبطال نقول طيب يا أبطال نتذكر أن المطلوب منا أن نبدأ بماذا؟ بفعل إذن نبدأ بفعل ما الفعل الذي نستطيع أن نبدأ به في هذه الصورة؟ نعم أحسنت إذن شكر فعل شكر 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 الجار شكر الجار فوازا شكر الجار فوازا على ماذا يا أبطال؟ شكر الجار فوازا على ماذا؟ على نعم أحسنتم على حسن تصرفه على دائما الكتابة على السطر على حسن على حسن تصرفه على حسن تصرفه طيب يا أبطال دائما ما ننسى يا أبطال عندما تنتهي الجملة ماذا نضع أحسنتم نضع نقطة في نهاية الجملة دائما نضع نقطة في نهاية الجملة شكر الجار فوازا على حسن تصرفه على حسن تصرفه طيب أعطيكم دقيقة يا أبطال للكتابة الكتابة في كتبكم
طيب هل انتهينا يا أبطال؟ هل انتهينا؟ إذن رائع جدا. طيب يا أبطال، مع نهاية هذه الصورة يا أبطال نكون ماذا؟ نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، تحدثنا فيه عن أنواع الكلمة وتحدثنا فيه عن التعبير، ونكون بذلك قد أتممنا الوحدة الثانية إن شاء الله تعالى. الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة من خلال التقويم التجميعي على كل ما درسناه في هذه الوحدة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وأرجو الله تعالى أن تكونوا بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي الطلاب الصف الثاني التعليم العام، قرأنا وإياكم في الحصة الماضية سورة الغاشية وتوقفنا عند الآية 14. اليوم بإذن الله تعالى سوف نكمل من الآية 16 حتى الآية 20، توقفنا عند الآية 15. نرجو أنكم أحضرتم المصاحف وتكونون على طهارة، وكذلك تتأدبون مع القرآن الكريم. سوف نقرأ بإذن الله تعالى من الآية 16 حتى الآية 20. جاهزين؟ فتحتم على سورة الغاشية وحددتم موقعها في المصحف، تتابعون القارئ من خلال وضع إصبعك على الآيات. سوف نبدأ. بسم الله. وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة وزراب. نكتفي بهذا القدر. قرأنا من الآية 16 حتى الآية 20 قرأناها، وسوف نعيد قراءتها بإذن الله تعالى، بس المطلوب منكم التركيز على مخارج بعض الكلمات، خارج الحروف لبعض الكلمات، مثلا الإبلي فيها كسر، وكذلك زرابي مشدة عليها ضمة. التركيز على الكلمات التي تصعب نطقها مثل السماء فيها مد، نرجو التركيز على بعض الكلمات داخل الآيات. سوف نعيد قراءتها مرة أخرى الآن. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نتوقف بهذا القدر نتوقف عند الآية 20 قرأنا لكم من آية 16 حتى الآية 20 الآن مطلوب منكم قراءتها قراءة صامتة مع التركيز على الآيات التي تجد فيها صعوبة الآن تتلوها وتحدد الآيات التي تواجه فيها صعوبة في نطق بعض الكلمات في خلال الآية سوف نعيد قراءتها بإذن الله تعالى مع بعض بعد قليل بعد ما تنهون قراءة الصامتة الآن تحدد الآية 16 إلى الآية 20 تقرأها قراءة صامتة يلا يا أبطال
قرأتموها قراءة صامتة من الآية 16 حتى 20. اللي يجد إشكالية في قراءة بعض الكلمات خلال الآية سوف نقرأها الآن وترددون من بعدي، سوف نقرأها وبإذن الله تعالى تتقنون قراءتها على الوجه الصحيح. نبدأ نقرأ إن شاء الله تعالى من الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سوف نعيد قراءة الآيات من الآية 16 وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سوف نعيد من الآية 16 وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سوف نقرأ بإذن الله تعالى من أول الصورة لربط الحفظ أو ربط الآيات مع بعض مع المقطع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قرأناها من الآية الأولى حتى الآية العشرون لربط المقطع كاملا من أول السورة حتى الآية العشرون. الآن مطلوب منكم بإذن الله تعالى تكرار قراءة المقطع الجديد من الآية 16 حتى الآية العشرون، تكرارها قراءتها باستمرار لإتقان حفظ المقطع الجديد. نقف عند الآية العشرون ولنا لقاء بكم بإذن الله تعالى مع بقية الآيات في الحصة القادمة، وفي الختام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟ شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة.
راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك، وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت، تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص، سواء في التطبيق أو حتى المتصفح. وتأكد أنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم، وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط، وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الDNA، وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا؟ بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد-19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية. وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي. ولأي استفسار كلم الصحة 937. نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصا منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته، إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها
الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت. تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح. فاحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيراً، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي. يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب، هيا هيا يا أصحاب.
مدرستي، هيا فلنتعلم، هيا نقرأ درسا نسأل نفهم، هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب، هيا يا أبنائي فلنتعلم، يا أبنائي فلنتعلم، أنصت فالأستاذ تكلم، يا أبنائي فلنتعلم، ننهل منك علوما شتى فلك ما علمت وفهمت، هيا هيا فلنتعلم، علمه وجد وكفاح في المستقبل خير سلاح، هيا هيا فلنتعلم، أجهزة العلم إلى الكون تنقل تدريسي وفنوني، درس غدائي إلكتروني، درس غدائي إلكتروني، وأهيئ أجهزة الدرس أحفظ وقت العلم لنفسي، تعليم عن بعد، أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية، هيا هيا فلنتعلم، وأغوص بحورا في العلم أسقل وعيي أسقل فهمي، أي سؤال لا أفهمه أسأل أستاذي يعلمه، وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبدا أبدا لا أخفيها، أحفظ غيبا كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبدا أبدا لا أخفيها، بأمان سجلت دخولي لن أنسى تسجيل خروجي، هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب، هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب، هيا هيا يا أصحاب. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين، راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على العب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك، افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتواصلون، مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة، تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس، اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه، إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدئ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين، بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة، حرك الوكيل إلين يوقف تماما على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون، اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر، انتبه وانت تكتب لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية، ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي، تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين، ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية
راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها. كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح، وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم، ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين انهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا راح توضح للمزارعين أن الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابني رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الأسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في إصلاح مصعد الساحر. تذكر أن كل تحدي تقدر تحله بأكثر من طريقة، وإذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك أو زملائك. إذا انتهيت من التحديات الستة لا تنسى تزور شجرتك، أكيد صارت كبيرة. في الأخير اضغط زر الهروب Escape على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون. ومهم أنك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.